السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده يومنا في المطبخ، بدأت كده اليوم الحمد لله طبعا الصبح بدري، قلت كده اعمل شوية حاجات للولاد بما اننا يعني في لسه في نص الاسبوع، فاحنا محتاجين كده نعمل شوية حاجات كده تسهل علينا بقية الاسبوع وكمان تنفعنا في الايام اللي جاية. قلت اعمل احلى حاجه الصبح كده، هي صينيه كيكه. صينيه كيكه حلوه جدا جدا وسهله قوي قوي قوي. حطيت في الخلاط، مش اي حاجه تانية، خلاط اهو 4 بيضات، وحطيت عليهم طبعا فانيليا، حطيت عليهم نص كوبايه سكر، وهحط عليهم كمان نص كوبايه دقيق. يعني هنعملها كيكه اسفنجيه في الخلاط، سهله قوي قوي قوي. حطيت مع البيض والسكر والفانيليا 3 معالق زيت. مش هنحط لبن ولا ميه ولا اي حاجه في الكيك ده لان هو كيك اسفنجي فما فيهوش سوائل، بيض وزيت هما دول السوائل اللي موجوده. بالنسبه للدقيق زي ما قلت لكم، نص كوبايه من الدقيق، حطيت عليها برضو نص كيس من البيكنج باودر، وحطيت عليه كمان 6 معالق من النشا، 6 معالق من المعالق الاكله العاديه نشا، وطبعا رشه الملح بتاعتنا. خليت الدقيق على جنب وابتديت اضرب البيض والزيت والفانيليا والسكر كويس قوي في الخلاط. تمام كده، المفروض البيض طبعا لونه يفتح، ما يبقاش لونه مصفر قوي، اضربيه زي ما انت عايزه لحد بقى ما تحسي ان هو ابيض، مش لازم يعلى قوي بقى والكلام ده لان هو في الخلاط مش في مضرب. وبعد ما حسيت ان السكر داب والزيت والبيض اختلطوا، نزلت عليهم بخليط الدقيق اللي احنا عملناه. الدقيق زي ما قلت لكم نص كوبايه، ما تستغربوش ابدا، هتطلع معانا كيكه اسفنجيه وهشه ومرتفعه. طبعا هي احنا هنعملها سمكها مش كبير، هي رفيعه بس هشه، وهتبقى برضو مرتفعه عن السمك اللي هتشوفه دلوقتي. انا لما اصب الكيك هتشوفوا ان السمك بتاعها رقيق قوي والعجينه بسيطه جدا، وتحسوا كده هتطلع رفيعه، لكن طبعا مع وجود البيكنج باودر والبيض كميته تعتبر كبيره على كميه الدقيق، فده اللي هيبقى عامل رفع عالي قوي للكيكه. انا عملتها على ورقه زبده عشان تبقى سهل عليا اطلعها وما تتقطعش مني، لان انا محتاجاها تبقى سليمه مش متقطعه. وطبعا رشيتها رشه زيت لان ورق الزبده عندي مش مضمون، وكل مره بجيبه عادي برضو يعني، وانا عارفه ان هو بيلزق ساعات في الحاجه، بس بجيب نفس النوعيه وما فيش مشكله لاني بدهنها زيت فما بتلزقش. وزعت بقى خليط الكيك، شايفين بسيطه قد ايه، تحسوه كده ما يعملش كيكه ولا حاجه، بس فعلا هو هينفش دلوقتي في الفرن وهيدوكوا سمكه حلوه قوي. الصينيه دي مقاس 30 في 40، فهي مش كبيره قوي ومش صغيره قوي برضو. المهم دخلتها الفرن على 180 درجه رف الوسطاني من تحت بس، وقلت بقى انضف مكاني بسرعه كده، الخلاط ده عايزه احافظ على نظافته. في تعليقات الفيديو اللي فات الناس طلبت مني ريفيو عنه او اتكلمكم عنه باذن الله، بس اجمع له كده شويه فيديوهات كده عشان اعرف اكلمكم عنه باستفاضه. تمام، لان هو فعلا حلو قوي معايا. تعالوا بقى نشوف الكيك بعد ما خرجت. على فكره ما بتطولش ابدا، يعني ربع ساعه كتير عليها، خليكي بس متابعاها عشان ما تاخدش لون وتنشف. انا خليتها بس تاخد تحميره بسيطه جدا، انا ما فتحتش عليها شوايه ولا حاجه، بس عشان المروحه عندي شغاله بتخلي كل حته في الكيكه تاخد نفس اللون وكله تمام. شفتوا سمكها حلو ازاي؟ جيت هنا بحاول اخلي ايديا في النص بالظبط عشان ابدا اقطع. قطعتها بالنص، انا عايزاها نصين متساويين بالظبط لان انا عايزه احشيها، فعايزاها تبقى زي الجاتوه المتساوي كده. بصوا بقى السمك، ما تحسوش ان هي دي اللي احنا صبناها، اللي صبناها كانت عجينه بسيطه قوي وتحسوها كده مش هتستوي، بس هي فعلا استوت وبقت تحفه. عندي هنا مربى مشمش، كان عندي نص ربع برطمان وربع برطمان تاني فيه شويه برضو، والاتنين فيهم مشمش، اخدتهم على بعض كده وخليتهم بره الثلاجه شويه عشان يبداوا ياخدوا حراره المطبخ، وابتديت ان انا اخد كميه حلوه كده احشي بيها اول طبقه. طبعا احشي اي نوع مربى، بس انا بحب جدا في الحلويات احشي مربى مشمش، بتبقى فيها تسكير على لذعه بسيطه، فبتوازن قوي الحلويات اكتر من الفراوله. اخدت بقى نص الكيك التاني، شايفين عامل ازاي؟ يعني انا شايله سفنجه والله بجد، كانها سفنجه. حطيتها على النص الاولاني اهو، خلاص احنا كده تقريبا خلصنا. عايزه تكتفي بكده؟ تمام. عايزه تاكليها اصلا لوحدها مدهونه مربى كطبقة واحدة، هتبقى حلوة جدا لان سمكها مناسب، ما هياش يعني رفيعة بدرجة كبيرة. حطيت بقى اخر كمية مربى عندي على الوش، دي حاجة اضافية، ده هنتهى كويس قوي. وطبعا ممكن تستخدموا مربى قطع، مش هتقول لا عادي خالص، بالعكس هتديكوا طعم اقوى لو انتوا حابين. انا بحبها تبقى سبريد كده عشان ما تبقاش يعني عاملة تكتلات طالعة نازلة من فوق او من جوه الكيكة.
المهم يعني الكميه اللي كانت فوق بسيطه جدا، يعني كانوا تقريبا معلقتين مربى، اللي كانت محشيه من النص كانت اكتر. عشان بقى اخليها حلوه كده وليها طعم كمان مميز، اديتها رشه جوز الهند فوق المربى اللي من فوق دي، فجوز الهند هيلزق فيها مش هيفرول ولا هيقع من عليها ابدا، بس اديها طعم خطير بجد والله. انا عن نفسي مش بحب طعم جوز الهند قوي في كل الحاجات، بس لما اكلتها مع الكيك ده عجبني جدا جدا جدا. برضو خطوه زي ما قلت لكم برضو اضافيه، مش شرط ابدا تعملوها. انا هنا كنت بحاول برضو اخلي ايديا متوازنه كده في النص واقسمها، قلت بدل ما اعملها جاتوه كده مستطيل هعملها مربعات، هتطلع احلى كمان. وقسموها بقى بالحجم اللي انتوا عايزينه، طبعا الكيك يعني الطبقتين اقصد اللازقين في بعض دول عن طريق المربى. ممكن طبعا تستبدليها بشوكولاته سبريد اي نوع، او اي نوع مربى فاكهه تانية يعني، برضو لو انتوا حابين زي ما انتوا عايزين بقى. وممكن كريم شانتيه، بس انا عايزاكم تجربوها من مربى المشمش، بجد هتطلع حلوه جدا جدا. الناس اللي بتحب الحلويات اللي بالمربى هتعجبهم قوي، والكيك نفسه جربوه حتى ولو ساده هتعجبكم طريقته. حتى لو خبزتوه في صينيه عاديه، ما هياش صينيه مستطيله او مفروده زي بتاعتي، صينيه كيك عادي هيطلع معاكم احلى كيك اسفنجي ممكن تعملوه. اهو شايفين بقى شكلها تحفه ازاي، بجد خطيره. قلت اسيبها كده قدام الولاد بصراحه، لا شلتها في ثلاجه ولا حاجه، فاتاكلت في يومها. فدي ميزه انك تعملي الحاجات على القد، ما تبقاش كميتها كبيره، لما بتفيض وتقعد معاكي في الثلاجه تحسي ان محدش عايز يقرب لها تاني، خلاص كلناها ودقنا منها فخلاص بقى. لكن لما تعملي الحاجه على قدك كده او على قد اليوم، بتفضل طازه تاكليها اليوم كله وبتخلص. فربنا يا رب يبارك في ولادنا، والف هنا وشفا عليهم. طبعا الفيديو اللي فات انا تعليقاتكم دي كانت هي مصدر سعادتي اليومين اللي فاتوا دول، ربنا يبارك فيكم يا رب ويفرحكم بولادكم بنجاحهم. يعني الفيديو اللي فات كان عن المذاكره ويومنا ازاي يمشي بعد المدرسه، واديتكم كل الحاجات اللي انا بعملها، يعني اتكلمت معاكم في كل حاجه وكل الاحتمالات حطيناها، لان زي ما قلت لكم برده مش كل الايام بتمشي زي بعضها. ف يعني كون ان احنا كلنا نبقى متشابهين في حاجات كتيره باختلاف طبعا نمط البيوت كلها، بس برضو في تشابهات لازم هتلاقوها من في كل البيوت، لان لو ولادنا كمان متقاربين في السن وفي الاعمار وفي السنه الدراسيه هتلاقونا كلنا فاهمين احنا بنقول ايه. فدي حاجه طبعا بتفرحني قوي ان حد يقول لي يا انا بعمل زيك بالظبط، بجد قلتي حاجه خليني اخد بالي منها. انتوا نفسكم لما بتقولوا لي كلمه في التعليقات بجد باخد بالي منها كويس قوي، وبتفرق معايا لو انا ركزت فيها فعلا بستفاد. زي صحابي كده، انا لما بقعد مع صحابي بس شويه لو احنا فاضيين نتقابل بقى في تمرين او في مكان، يعني مش قادره اقول لكم انا ببقى قاعده مبسوطه زي بالقعده وبالجلسه، جلسه الامهات دي، وان احنا كلنا نبقى بنتبادل الافكار، بالذات ان ولادنا كلهم قد بعض تقريبا يعني في نفس الاعمار، فتلقوا في راحه كده انك حتى تفضفضي مع حد فاهمك وعارف انت بتتكلمي في ايه، دي لوحدها بتريح. غير ان احنا بنفيد بعض قوي، مش قادره اقول لكم انا اصلا بحب اقعد مع صحابي جدا، بستفاد منهم قوي قوي قوي، يعني انا بحس ان انا مش قاعده مع صحابي وبس، انا قاعده بتعلم. وبجد في حاجات الواحد ما بيبقاش عارفها، في حاجات اول مره يسمع عنها بيسمعها من القعده والجلسه والصحبه الكويسه. تقارب الاعمار زي ما قلت لكم بالنسبه للولاد بيخلينا كلنا بنتكلم في نفس المجالات، فبتاخدي بقى افكار وتجارب وخبرات من حد تاني سبقك فيها او كده. وفي جنب اخر بقى بعيد عن الصحوبيه، عكس الاصحاب اللي هما بقى اللي بتقابليهم غصب عنك في تمرين في مدرسه في تجمع لامهات كده، بس انت مالكيش علاقه بيهم مش اصحابك يعني، ده بيبقى النقيض تماما. يعني ربنا يا رب يحفظنا. في امهات تحسيها هما مخلوقين يبقوا ضد بعض، يعني اعداء لبعض، مش ما تحسيش المفروض ان احنا نكون كلنا قلبنا على قلب بعض وولادي زي ولادك، لان اي ام بتشوف حد قد ولادها طبيعي المفروض غريزتها تبقى يعني يتعاملوا زي ابنها، ده الطبيعي. بس لا، في ناس لا، يعني طالما انت قد ابني تبقى انت عدوه وعدوي انا كمان. بجد يعني الناس دي ربنا يجنبنا شرهم ويحفظنا ويحفظ ولادنا منهم. فالواحد بيشوف ده وبيشوف ده، وطبعا يعني مش عايزين نقول بقى مين اللي اكتريه، خلينا نتكلم عن الكويس بس عشان ما نبقاش قاعدين متضايقين وحاطين في بالنا حاجات يعني تاثر علينا سلبيا. بس بجد الدنيا مليانه 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 حاجات كويسه وحاجات وحشه. المهم انا هنا كان عندي بقى كيس كده فيه تشكيله من العيش ومحدش عايز ياكل منها، عيش بقى فيه نوع على عيش اسمر على عيش، كان فيه اخر رغيف تورتيلا كده بس كان مقطع، وكان فيه كمان كايزر اهو. فالحاجات دي بايته يعني عندي في الفريزر بقالها فتره،
فقلت لا، بدل ما هي قاعده لي كده في الفريزر وكل شويه اقلب فيها عشان اخد حاجه من تحتها ولا من فوقيها تفرول مني وتفتفت اكتر، قلت لا حرام بقى، الحاجات دي لازم ناخدها كده، حتى عامله لي زحمه كمان. هعملها بقسماط، دخلتها القلايه وقلت بقى اعمل لها خلطه بهارات كده حلوه بيتي، حطيت ملح، حطيت فلفل اسمر، حاجات بسيطه قوي من اللي هقول لكم عليها. الحاجه الوحيده اللي كترت فيها هي بديل مرقه الفراخ اللي لونها اصفر دي، وحطيت كمان نص معلقه من البابريكا اللي هي بتبقى مدخنه، وتوم بودره بس كده. طلعت بقى الحاجات اللي اتحمصت، لان في طبعا التورتيلا ده نشف في ساعتها، في حاجات تانية لا محتاجه تتقلب، ففضلت بقى وراهم لدرجه كمان ان انا بدات اقطع فيهم بعد ما حسيت ان هم اخدوا لون وتحميصه من على الوش، لكن قلبهم لسه طري، فدخلتهم القلايه تاني وهبدا اكسر في الحاجات اللي نشفت مني، ودي بقى هقلبها بقسماط. ولو في سنه خشونه كده مش لازم ننعمه قوي، الخشونه دي بتبقى طعمها حلو قوي بعد كده في القلي، فبتنفع بتعمل كريسبي كده في الاكل، وطعم البقسماط البيتي بجد حلو جدا. وممكن اصلا ما تتبليش ولا اي حاجه، تكتفي انك بس تطحني العيش الزياده اللي عندك. على فكره انا كمان لو عندي رغيف بلدي، رغيف نص رغيف كسر رغيف، باخده برضو حمصه واحطه معاهم، ما بيخسرش ابدا. يعني العيش البلدي برضو على فكره، في ناس اصلا لما بتيجي تشتري من عندهم بقسماط، لما كنت بشتري من عطارين كده عاديين، كنت بحس ان البقسماط بتاعهم عباره عن عيش بلدي مطحون، ما كانش بيبقى حلو قوي، طالما لوحده ما بيبقاش نتيجته كويسه، لكن لما تخلطيه على فينو عندك، على كايزر، على حاجات من الهشه دي، بتديكي نتيجه احسن بكتير. بس طبعا لو مش متوفر غير عندك عيش بلدي، اعمليه جربي وتبليه، ممكن يعجبك قوي. ممكن تخلطيه على بقسماط جاهز من بره، تزودي بيه الكميه وتبقي يعني ما خسرتيش العيش اللي عندك برده. بصوا انا هنا العيش حسيت ان فيه اجزاء لسه عايزه تتحمص، بدات بقى اعمل كده، شويه احمص وشويه اسيب اللي اتحمص خلاص انقله وبقيت انخله. وزي ما قلت لكم الحاجات الخشنه دي بصراحه ما رميتهاش، وبينفع بقى في حاجات تانية كتير، مش لازم خالص نتبل بيه مثلا او نغلف بيه البانيهات، انت ممكن تدخليه في حاجات تانية، زي مثلا انك تعملي بيه البرجر بحتاج فيه بقسماط، لو عملت كفتة فراخ بحتاج فيها بقسماط، حاجات تانية بقى، مش لازم خالص تبقى كفتة فراخ ولا برجر ولا بانيه، يعني كل حاجة انت بتشغلي فيها نفسك في البقسماط هتنفعك جدا التوابل، يعني الخلطة اللي احنا عملناها دي. انا هنا كنت محضرة جنبي بانيه، كنت شارياه من عند الراجل وغسلته وقطعته وصفيته طبعا كويس قوي قبل ما اقطعه، عملت له بها خلطه في الخلاط سريعه جدا من كتر ما انا عملتها معاكم تقريبا، فانا ما رضيتش ازودها عليكم يعني في الفيديو. حطيت بصله وطماطمايه وقرن فلفل وضربتهم في الخلاط مع خل ولبن والبهارات اللي متواجده عندك، ملح وفلفل، وحطيت كمان بديل مرقه الفراخ الفوريه ده، مش اكتر من كده. قطعت بقى تقطيعات مختلفه، منها شيش طاووق ومنها ستريبس ومنها بانيه، فقلت بقى هتبل كله نفس التتبيله، وفي الاخر الاختلاف هيكون في طريقه التسويه. الشيش طاووق طبعا بيتشوى، اما البانيه والستريبس بيتقلوا، يعني بيتقلى في الزيت يعني او في القلايه الهوائيه. اخدت بقى الستريبس بدات بيه الاول، وبقيت احطه في البقسماط، ولما بقابل قطعه من الشيش طاووق بحطها في علبه الشيش اللي هي يعني هجمدها كده على طول بالصوص بتاعها من غير فلفل ولا اسياخ، بحيث ان انا برضو ممكن ازود لها انا بعد كده الفلفل واسيخها لو عايزه، او اشويها في طاجن مش هيجرى حاجه خالص. بالعكس انا بحب الشيش طاووق قوي يبقى في طاجن، تحسوه كده جوسي ما بينشفش زي ما بيتحط على سيخ، فبيبقى اختلاف حلو برضو. وممكن البقسماط اللي احنا عملناه في البيت ده تضيفي عليه شويه كورن فليكس او الشبيه بتاع الكورن فليكس اللي بيتباع عند العطارين، الكريسبي بتاع الفراخ لو انت حابه يعني، بس انا بصراحه مش بفضله قوي، لان هو بيبقى ناشف قوي على الاسنان وبيدي كريسبي بزياده عن اللزوم فبيضايق. لكن خلطه البقسماط البيتي دي حلوه قوي، في ناس كمان عارفها بتحط على البقسماط سمسم وحبه البركه، بحيث ان يبقى كل قطعه بانيه كده متغلفه عليها سمسم وحبه البركه، بتطلع تحفه. بس انا بصراحه يعني ما عملتهاش بنفسي في البيت، لكن لما بدوقها عندهم بتبقى خطيره. المهم جبت طبق حطيت فيه الاستريبس كده كله على بعضه، بصراحه ما عنديش كياس اصلا افصل ما بين الطبقات، وكده كده انا لما بطلع يعني بتجمد بعرف اطلعهم، يعني المهم من الواحد ما بيغلبش. بس خدوا بالكم من السكينه وانتوا بتفصلوا حاجه متجمده عن بعضها، بجد دي اخطر حاجه ممكن تعملوها، انكم انتوا تفصلوا قطعتين متجمدين عن بعض زي الفراخ زي البرجر، الحاجات دي كلها لا قدر الله بتاذي الايد قوي. دي الحاجات اللي احنا عملناها الحمد لله، خلصت منها وشلتها في الفريزر وقلت نبدا نعمل الغدا بتاعنا. كنت مطلعه هنا
فرخة ونص، ما تستغربوش ما تتخضوش من العدد، هي مش فرخة كبيرة ولا حاجة، دي فرخة وزن كيلو، الواحدة وزن كيلو بتاعت الحشو دي. قلت اجربها في ان انا اشويها، مش هعملها محشية ولا حاجة. فعندي واحدة ونص، وكنت عاملة واحدة ونص من يومين، بس ما كنتش شوياها بصراحة، قلت اشويها بقى المرة دي. حطيت بقى تتبيلة بسيطة برضو في الخلاط، حطيت طماطمتين، حطيت قرن فلفل، حطيت شوية لبن، حطيت كمان شوية فلفل بس ده مش حامي، كنت عاملاها هريسة كده بس هريسة مش حامية خالص، حطيتها برضو معاهم في الخلاط. الليمونة دي بقى ليها قصة، دي مش ليمونة أصلا، دي عايزة أقول لكم إن ده سفندي، سفندي لسه مخضر ما مصفرش ولا حاجة، مسا أطفاه من عندها في المدرسة، فهي استأذنت هي وزمايلها من البستاني اللي في المدرسة إن هم يقطفوا سفندي، وسمح لهم بكده. ففي اليوم اللي جابته، يعني عايزه اقول لكم، باباها كان بردان، اديتها له بس كلها كده بقشرها خف. سبحان الله، وهي طعمها قلب على ليمون لان هي لسه خضره. بس انا قلت لها لا، يعني لازم تجيبي لي واحده اجربها في التتبيلات، معلش اكيد اكيد ليها تاتش معين برضو. بس طلعت حلوه، طبعا لازم اشيل منها البذره عشان بتدي مراره. وخلاص كده عملت التتبيله كلها في الخلاط، زودت لها خل ولبن زي ما قلت لكم، نفس تقريبا التتبيله اللي عملتها للبانيه، بس دي زودت عليها الليمون. وطبعا الناس اللي بتخاف من كتر لزعة الليمون في الاكل، لان احنا بالذات عملناه بقشره، لو ده لو اعتبرنا ان ده ليمون يعني، ممكن تزودي عليه معلقة سكر او معلقة عسل نحل، برضو بتدي تسكيرة وطعم حلو قوي، وبتضيع لزعة الليمون الزيادة، بتليق عليها كمان قوي. بس انا حطيت الفراخ كده في التتبيله، سبتها شويه، مش هضحك عليكم كتير ولا اي حاجه، لا يعني على ما سخنت طاساتي بقى وعملت مواعيني وكده، قلت بقى نبدا في يعني ان احنا نخلص الغداء بتاعنا. زي ما قلت لكم النهارده هو يومنا في المطبخ كله، الحاجات اللي عملتها بره المطبخ هي هيها اللي بعملها كل يوم. فما رضيتش اعملها معاكم، إيه كنس ارض بقى، من تنشير، من غسيل، نفس الاداء يعني، مش هنروح بعيد من بعض، هو هو. فقلت كده اخش على الاكل عشان لو طول معايا شويه او احتاج ان هو ياخد وقت شويه ما بقاش ايه اتاخرت. المهم انا هنا كنت حمرت الرز في شويه زيت، اتحمروا وشلتهم على جنب من الحله، حطيت مكانهم 3 معالق كبار من السكر عشان انا عايزه اعمل رز بني، رز بالخلطه بس من غير خلطه، حاجه كده فيها غش تجاري شويه يعني، مش هعمل بقى خلطه المكسرات وخلطه الكبد والقوانص، لا الكلام ده بقى مضر للصحه ومضر للميزانية جدا. فطبعا هنعمله هو هو الرز بالخلطة بس من غير خلطة، وعملت جنبه بقى الفراخ، يعني كفاية قوي كده. فانا حمرت الفراخ بس الاول على نار عالية جدا، ونزلت عليها كده من غير التتبيلة، والتتبيلة طبعا انا وريتها لكم ان انا سايباها على جنب عشان اول ما الفراخ تاخد لون زي ما انتم شايفين كده، نزلت بالتتبيلة عليها. طبعا التتبيلة خسارة تترمى اولا، ثانيا هي لسه الفراخ ما استويتش اصلا، هي بس واخدة لون من على الجنبين، عشان هبدأ بقى اول ما التتبيلة دي تغلي، وزودت لها شوية مية كمان عشان تستوى فيهم، اول ما تغلي هبدأ اهدي النار خالص واغطي عليها وتستوى بقى على مهلها، تقعد بقى ساعة الا ربع، تقعد ساعة على حسب وزن الفراخ طبعا. المهم ان السكر بتاعنا هنا بدأ يتكرمل، انا مش عايزة اغمقه قوي عشان ميدينيش مرارة، انا عايزاه بس كده يعني يديني لون حلو للرز وبس من غير بهارات. البهارات اللي انا هحطها صحيحه، حطيت ورق لورا، حطيت عود قرفه، وهحط كمان ايه، هحط شويه بهارات مرقه، هي دي بس الحاجه البودره اللي انا حطيتها، وحطيت طبعا ملح وفلفل اسمر، حاجه بسيطه خالص. ونزلت بالميه، الميه بقى يعني حاولت على قد ما اقدر اوازن ايدي كده عشان ما تبقاش زياده عن الرز، لان الرز انا حمرته الاول، انا بحب جدا احمر الرز جدا يعني زي تشويح اللحوم كده، فعشان الخطوه دي مش هعرف اعملها في وجود السكر، حمرته الاول وبعد كده شلته في طبق، وبعد كده بدات اكرمل السكر واحط له البهارات بتاعته والميه، طبعا لو عايزه تحطي شوربه بدل الميه هيبقى طعمه احلى بكتير. ونزلت بقى بالرز في الاخر وهسيبهم يغلوا تماما، واول ما يغلي هسيبه يتشرب بالطريقه العاديه جدا. وبعد ما اتشرب بقى بصوا هو لونه طلع حلو، يعني هو كان عايز يغمق سنه عن كده بس مفيش مشكله، يعني طالع برده كويس وطعمه ممتاز. القرفه دي بجد سبحان الله بتدي طعم هايل، لو بودره هتديكوا طعم اقوى من كده، بس ولو عندك قرنفل برضو بيخلي الرز طعمه خطير بجد، القرنفل ده سبحان الله برضو حاجة حلوة قوي، بس انا بخاف احطه عشان مش بعرف اشيله تاني، يعني الا بقى لو صدفتني واحدة اعرف اشيلها عشان محدش يتأذى بس من مضغته على الضروس. الرز خلاص مستوي، الفراخ برضو استوت وشربت التتبيلة بتاعتها، واتبقى شوية صوص كده في الاخر حلوين جدا. خليت بقى النار تعلى تاني، ورحت حاطه فص توم في النص يتحمر معاهم، بيطلع خطير. كان المفروض اعصر ليمونه كمان بس انا قلت كفايه قوي السفندياية اللي احنا حاطينها في التتبيله، مش عايزين نمزز الموضوع اكتر من كده، وخلاص طفيت على الاكل كله.
ممكن بقى كنت اعمل سلطة، بس انا كسلت. عملت ايه؟ غرفت الرز، حطيت الفراخ عليه، قطعت شوية خيار كده لكل طبق، غرفته وخلاص على كده. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، وكل اللي عملناه في المطبخ يكون عجبكم واستفدتوا ولو شيء بسيط. انا اتبسطت معاكم، ويا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معايا. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. اشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامة حبيب قلبي.